يعني بالطاقم التحكيمي للمباراة، الحكم الأول بوشعيب شكيك، الحكم جواد غيبة، سعد حامدي، سعيد بطريق، ومندوب المقابلة أنس النجار. عند جودي يبحث على التسديد، غيسددها، وتصدي جميل على مرتين من الحارس رضا الخياري، عبد الإله جودي التسديدة الأولى والتسديدة الثانية من طرف اللاعب عبد الإله الدكاكي، لكن رضا الخياري دائما في المكان المناسب. المباراة الأخرى اللي غتكون في قاعة ابن خلدون بالمحمدية، كرة عند سعيد طازيت، خطيرة من سعيد طازيت، لكن يوسف أكام كيتدخل في الوقت المناسب، ثنائية جميلة، سامي حمداني كيعطي تمريرة في المكان المناسب. يعني الحكم بوشعيب شكير يعطي انطلاقات الشوط الثاني من المواجهة، كرة عند أيوب قمش بالهجمات الخطيرة دائما عند لاعبي شباب خليبكا، كرة عند شباب خليبكا والهدف، كرة عند لاعبي شباب خليبكا والهدف الأول في هذه المواجهة هذه من طرف اللاعب عادل الجودي. تمريرة جميلة من أيوب مصات، واللاعب عادل الجودي كيتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المقابلة هذه لصالح شباب خليبكا. شباب خليبكا كيسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، الدقيقة 22 من المقابلة. مرة أخرى من اللاعب فاضل، تسديدة وتصدي جميل، تسديدة جميلة من اللاعب أيوب مصات لاعب شباب خليبكا، لكن تصدي جميل واجتماع رائع من رضا الخياري حارس دينامو القنيطري. عند لاعب سامي الحمداني كيمرر على عادل هابيل، تسديدة لكن تصدي ناجح من يوسف أكام، وتدخطيرة تسديدة كانت من عادل هابيل، لكن التصدي كان يعني وكان لاعب مؤثر، هو اللاعب يعني اللي كيعتمد عليه الفريق في مجموعة من الفترات التكتيكية. تسديدة قوية من سامي الحمداني، جميلة من سامي حمداني، مراوغة جميلة وتسديدة أجمل من سامي حمداني، يعني في الدقيقة 34 من هذه المقابلة. الوحيد الذي دينامو القنيطري الهدف تعديل النتيجة بسرعة عند اللاعب الوندوري كيسدد، جميلة من أيوب الوندوري، هدف التعديل بطريقة جميلة من نفس المكان اللي سجل منه سامي الحمداني هدف التعديل النتيجة. أيوب الوندوري كيسجل الهدف الثاني في الدقيقة 36 من المقابلة، هدف التقدم الثاني 2-1 لصالح دينامو القنيطري. أيوب الوندوري يبحث على التسديد، جميلة، أيوب الوندوري صاحب التسديدة الجميلة كيبحث على إضافة هدف آخر، له ولفريقه في هذه المقابلة، يعطيو الفعل ديالو. تسديدة جميلة من رضا الخياري، كيلمس الكرة كيسددها، جول 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 جول، في العارضة كان يكون هدف رضا الخياري، لكن العارضة كترفض تلقي هدف، كانت جميلة من رضا الخياري اللي سددها بشكل مناسب، لكن الكرة كتصدم بالعارضة عند كيحاول المرور يسددها، قال لا غيمررها، هدف هدف هدف، خطأ من الحارس رضا الخياري، وعادل الجودي مسجل الهدف الأول كيتمكن من تعديل النتيجة لصالح شباب خويبكا. ما قلنا لا شيء انتهى في هذه المقابلة هذه، لا شيء، قدم كيبحث عن الدين، أنس بقالي، جميلة، لكن صعوبة كيبعدها يوسف أكام، كتمشي للركنية، ركنية لصالح دينامو القنيطري بشكل سريع من عادل الهابيل عند سامي حمداني، مرة أخرى من أيوب الوندوري، جول! أيوب الوندوري، جميلة، كما تمكن من تسجيل هدف التقدم 2-1، مرة أخرى كيتمكن من تسجيل هدف التقدم 3-2، رائعة من أيوب الوندوري. 10 ديال الثواني على نهاية المقابلة، سامي الحمداني كيتقدم أولا عن طريق عادل الجودي في بداية الشوط الثاني، سامي الحمداني عدل النتيجة، أيوب الوندوري سجل الهدف الثاني، عادل الجودي عاد وعدل النتيجة 2-2 قبل أن يتمكن أيوب الوندوري على بعد 10 ثواني من تسجيل هدف التقدم. كان معكم هنا فوق أرضية قاعة الوحدة الزكريا أمازيغ والمهدي قشيني، ونضرب لكم موعدا في وقت لاحق إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكر اولا الزملاء ديالي اللي قدموا واحد المقابله رجوليه، وما كانش علينا نضيعوا بزاف ديال النقاط بحكم ضيعناهم في جوج مقابلات الاولين،
والكل تعرف شنو وقع في المقابلة الأولى، يعني كان عندنا واحد الضغط كبير. الحمد لله توفقنا في هذه المقابلة وجبنا الأهم، واخا كانت صعيبة بزاف وكيف شو دس واحد الأجواء قتالية، وقدرنا أننا نخطفوا الفوز في آخر دقائق المقابلة. فبطبيعة الحال الكل تعرف أننا قاع المقابلة تلعبوا بمركب نقص حكم قاع المقابلة الأولى، فكنتمنى أنه في المقابلات الماجيين يكونوا الدراري كاملين وعلى أتم الاستعداد، ونتمنى أن الانتصار يعطينا واحد الدفعة باش نلعبوا إن شاء الله على مراتب متقدمة إن شاء الله. اللي بغيت اليوم نقول اليوم هنيئا للفريق دينامو على هاد الثلاث نقاط، اللي فعلا ثلاث نقاط غالية غتعطي واحد الدفعة قوية للاعبين وكذلك الطاقم التقني. بطبيعة الحال كانت المقابلة يعني البداية متعثرة من أول مقابلة اللي كانت تم عدم إجراء ديالها وإلغائها من طرف السلطة ديال مدينة سطات، تديها كذلك تعثر اللي كان ديال المقابلة اللي كنا في انتصار ومن بعد كان تعادل. اليوم كذلك الفريق دخل في أجواء ديال المقابلة، كانت الفريق الخصم هو كان فريق عنيد، تلقينا هدف اللي أربك الحسابات ديال اللاعبين وكذلك الطاقم التقني، لكن الحمد لله العزيمة اليوم كانت قوية باش نحققوا ثلاث نقاط وجا انتصار اليوم اللي كنشكروا به جميع اللاعبين وكذلك الطاقم التقني. وهذا فعلا هاد ثلاث نقاط إن شاء الله غادي تكون حافز قوي للاعبين في الأهداف ديال الفريق، اللي هي بطبيعة الحال المنافسة على البطولة وكذلك على كأس العرش، اللي إن شاء الله يوم الأربعاء يكون عندنا لقاء مع فريق الخبازات.